بالموعد والمكان اللي بتختاره حضرتك أنا رح كون بانتظارك بمصلحة. أنت الوحيد اللي قادر تخدمني فيها. إذا كان هيثم عينه اليمين للحكم، العملية بتفاصيلها رح يشرحها هيثم. ففيصل عينه الشمال. لهيك منفكر ومنفهم ومنتصرف. والحل؟ ضربة واحدة. نحن ما رح نشتغل شيء، هنن حيشتغلوا ببعض. اللي بعرفه إنه بتاخد 25% على تهريب العملة برا البلد. خلي هيثم عم يحلم بالاتنين مليون دولار لحتى يستوي. كسر عظم يومياً بعد الأخبار خلال شهر رمضان المبارك على الـ LBCI.